السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر رضا محمد من قناة ماي انجلش تايم. ان شاء الله النهاردة هنحل مع بعض اسئلة كتاب جيم للصف الثاني الاعدادي المنهج الجديد لعام 2021. ومحتوى الفيديو النهاردة اولاد هنحل فيه اسئلة الدرس الثالث والرابع للوحدة الاولى. تعالوا كده يلا نشوف اول صفحة معانا اللي هنحلها، اللي هي صفحة 35. نمبر 1 هنا بيقول they became very poor، يعني اصبحوا فقراء جدا. so لذلك was different for them، اللي هي ايه بقى اللي اصبحت مختلفة بالنسبة لهم، اللي هي life ولا live ولا leave ولا alive. طبعا اللي هي كلمة life يا ولاد، ان الحياة اصبحت مختلفة بالنسبة لهم بعد ما اصبحوا فقراء جدا. نمبر 2 بيقول I have a or an day، وبعد كده بيقول I get up at 6، وبعد كده have my breakfast and go to school as usual. يبقى انا حظيت بيوم ايه، اللي هي terrible يوم فظيع ولا different ولا typical ولا ugly. طبعا هي كلمة ايه typical اللي هي معناها نموذجي او مثالي. number 3 we get water from، احنا بنحصل على المية منين، tubes ولا taps ولا tapes ولا taps. طبعا اللي هي taps يا ولاد اللي هي معناها ايه حنفية. number 4 هنا بيقول we have a small farm، احنا بنمتلك مزرعة صغيرة. and I like to، بحب ايه بقى the chickens there، بحب اعمل ايه في الدجاج، feed ولا eat ولا leave ولا stay. طبعا بحب ايه اطعم اللي هي feed، بحب اطعم الايه الدجاج. number 5 هنا بيقول young people like to write text to their friends، لاصدقائهم بيحبوا يكتبوا ايه بقى لاصدقائهم، emails ولا passages ولا messages ولا messages. طيب طبعا هنا اولاد تكست اسمها تكست ايه، وانت واخدها في حفظ الكلمات، اسمها تكست ايه مسجز، اللي هي معناها رسائل ايه نصيه، يبقى بيحبوا ان هم يكتبوا رسائل نصيه لاصحابهم. نمبر 6 هنا بيقول ماي فريندز aunt، اللي هي معناها عمت او خالتي صديقي او صديقتي. از فيري، هوصفها بايه بصفه، بيقول لي شيز اولد بات بيوتفول، هي كبيره في السن ولكنها ايه جميله جدا. يبقى هي ايه اجلي ولا اتراكتيف ولا بورينج ولا اكسايتد. طبعا بما انه هنا بيقول ان هي بيوتفول وبالتالي بتكون ايه اتراكتيف يعني جذابه. نمبر 7 هنا بيطلب طلب باستخدام كان، وبيقول كان اي يور بن فور ا مينيت، بعد كده بيقول لي انت هتستخدم هنا لند اللي معناه يسلف ولا بورو يستعير ولا جيف يعطي ولا بلاي يلعب. طبعا انت هتستخدم هنا بورو عشان انت اللي بتطلب ان انت تستلف القلم، فبتقول له كان اي بورو، هل ممكن انا استلف او استعير قلمك لدقيقه. نمبر 8 هنا بيقول لي they camped in the mountains last weekend so they had many، يعني هم عسكروا في الجبال العطلة الاسبوع الماضية عشان كده هم had many ايه بقى adventures ولا experiments ولا developments ولا movements. طبعا هنا الاجابة الصحيحة تكون كلمة adventures عشان اقول ان هم had many adventures، يعني حظوا بكثير من الايه المغامرات. نمبر 9 هنا بيقول لي if people do something wrong، لو الناس عملوا شيء غلط they go to، بيذهبوا الى ايه، للبيكري سكول هوسبيتال بريزن، طبعا بيذهبوا للايه للبريزن اللي هو الايه السجن. نمبر 10 هنا بيقول لي trains travel on lines، القطارات بتسافر على ايه، على خطوط ايه، railway ولا airway ولا mail ولا post. طبعا railway اللي هي معناها خطوط السكه الحديد. 11 there was a او an، كان يوجد ايه accident on the road. 12 people were killed، بيقول لي 12 شخص ماتوا، وبالتالي الحادثه ديت اللي هي الاكسيدنت هنوصفها ان هي حادثه ايه، اتراكتيف ولا تيربل ولا جود ولا يوجوال. طبعا هتوصفها بانها تيربل يعني فيري باد او فظيعه او سيئه جدا. 12 بيقول اي روم وذ ماي سيستر، غرفه مع اختي، يبقى انا ايه شير ولا تيك ولا ديفايد ولا سبيل. طبعا هتبقى ايه يا اولاد شير، اي شير ا روم يعني انا بتشارك الغرفة مع اختي. 13 you should be careful your money، طبعا be careful بيجي بعدها حرف جر ايه at ولا for ولا of ولا with، طبعا حرف الجر ايه with عشان اقول لك كن حريصا مع نقودك. طيب 14 the woman cut up the، وبعد كده بيقول لي and shared it out among the four children، يبقى السيدة قطعت ايه اولاد وشاركته او وزعته على ايه على بين الاطفال، يبقى قطعت ايه رايس ولا شجر ولا الووتر ميلون ولا الجريب. طبعا الحاجه الوحيده اللي تنفع تتقطع هنا الايه الووتر ميلون اللي هي البطيخه.
تعالوا بقى دلوقتي هنحل الجنرال اكسرسايزز اللي موجوده على الدرس الثالث والرابع، ودي موجوده معانا يا اولاد في بيج 36. طيب تعالوا كده يلا نحل مع بعض اول سؤال اللي هو سؤال الليسنج عشان نتمرن عليه. طيب سؤال الليسنج زي ما انا قلت لك قبل كده في الفيديو السابق اللي هو الخاص بحل الدرس الاول والثاني، قلت لك ان الجزء الليسنج ده اولاد لازم تقراه الاول في الامتحان قبل ما المستر ما يدخل يقول لك الجزء الايه الليسنج بتاعه، اوكي، او نص الليسنج. يبقى معنى كده انت المفروض تقرا اللي قدامك ده بشكل سريع الاول. تعالى كده نقراه مع بعض ونوضحه، وبعد كده هقرا عليك القطعه وشوف انت هتعرف تحل ولا لا. فنمبر 1 هنا بيقول لي وير داز شهانا كام فروم، يعني شهانا دي منين. بعد كده بيقول لي وات دو ذي هاف فور بريكفاست، تناولوا ايه على الفطار. كويستشن نمبر 3 بيسالني بداز عشان اجاوب باه او لا، فبقول لي ايه داز شي سليب الون ان هير روم، هل هي بتنام لوحدها في الغرفه، يا ترى بتنام لوحدها ولا معاها حد. نمبر 4 هنا بيقول وات تايم دو ذي اول جيت اب، يعني هما بيصحوا كلهم امتى، هنعرف برضو بيصحوا امتى. تعالى كده بقى نسمع الجزء الليسنج وعشان نحل الاسئله. ماي نيمز شهانا، I am from India. I live with my parents. I share a room with my sister. We all get up at 6 a.m. We all have breakfast together. We have bread with cheese. هقول النص كمان مرة، ركز معايا. My name is Shahana. I am from India. I live with my parents. I share a room with my sister. We all get up at 6 a.m. We all have breakfast together. We have bread and with cheese. We have bread with cheese. طيب تعالوا كده نشوف ايه الاسئله تاني، وهتلاقيها سهله جدا بقى في الحل المره. فنمبر 1 هنا بيقول لي where does Shahana come from، طبعا هي قالت ايه I am from ايه India، من الهند. نمبر 2 هنا بيسالني بيقول لي what do they have for breakfast، بتناولوا ايه على الفطار يا اولاد. قالت طبعا ايه bread and cheese، يعني بناكل خبز وايه وجبنه. نمبر 3 هنا بيقول لي does she sleep alone in her room، هل هي بتنام لوحدها في الغرفه. طبعا الاجابه هتكون هنا بنو، لان هي قالت لنا اللي هي بتشارك الغرفه مع اختها، يعني اختها بتنام معاها. نمبر 4 هنا بيقول لي what time do they all get up، هم كلهم بيصحوا امتى. طبعا قالت لنا ايه at 6 a.m. الساعه 6 صباحا. نشوف بعد كده question number 2 سؤال اللي تشوز. بيقول لي هنا ايه في نمبر 1 they were very sad، كلهم كانوا زعلانين جدا. ليه؟ because a man took their father from their home، لان في رجل اخذ باباهم من البيت. away ولا way ولا across ولا cross، طبعا take away لا معناها ياخذه بعيدا من البيت. طيب بعد كده بيقول لي everyone should have a job too، كل واحد يجب ان هو يحصل على وظيفه او يكون لديه وظيفه. to ايه بقى؟ to do ولا make ولا have ولا give. طبعا عندك في الجداول هتبقى عارف ان كلمه job بيجي معاها ايه do a job. نمبر 3 بيقول لي وبعد كده بيقول لي is a place، هو مكان. where people go، الناس بتذهب اليه. when they do something wrong، لما بيعملوا حاجه غلط. ايه هو بقى المكان اللي بيروحوه لما بيعملوا حاجه غلط؟ كلينيك ولا workshop ولا prison ولا hospital. طبعا اللي هو prison اللي هو السجن. نمبر 4 بيقول هنا we have a house with، احنا بنمتلك بيت بايه. البيت ده بايه بقى؟ a garden there are lots of trees، في الحديقه دي فيها اشجار كتيره. يبقى معنى كده الحديقه ديت هنوصفها ان هي ايه، small ولا large ولا tiny ولا little. طبعا هنوصفها ان هي ايه large، اللي هي معناها كبيره او ضخمه. نمبر 5 روبرتا فيلز when some men take their father from their home، يبقى حست بايه لما الناس جم اخذوا باباها من البيت. terrible ولا glad ولا pleased ولا boring. طبعا شعرت بايه terrible اللي هو معناها باحساس فظيع يعني او سيء جدا. نمبر 6 هنا بيقول لي the family don't have much money and now they are، يعني الاسره اولاد مش معاها فلوس كتير، ودلوقتي اصبحوا ايه بقى اللي مش معاها فلوس كتير، هبقى ايه، هبقى poor ولا rich ولا ugly ولا boring. طبعا هيكونوا ايه poor، يعني فقراء. 7 this وبعد كده بيقول لي cuts well doesn't it، يعني بيقول لي ان هي بتقطع بشكل كويس، اليس كذلك؟ هي ايه بقى اللي بتقطع بشكل كويس، knife ولا fork ولا spoon ولا brush. طبعا الحاجه اللي بتقطع هي النايف اللي هي السكينه. 8 my grandmother always، جدتي دايما بتعمل ايه، for a walk in the evening، يبقى go
ولا goes ولا went ولا is gone. طبعا always هنا يا اولاد من علامات ال present simple المضارع البسيط، والمضارع البسيط يا اما تستخدم ال verb في المصدر يا اما مضاف له s او es او ies. و grandmother هنا ايه؟ اسم ايه؟ مفرد، والاسم المفرد بيجي معاه الفعل مضاف له s او es، وبالتالي هنستخدم ايه؟ goes. 9 ولاء، وبعد كده بيقول لي her mother in the kitchen، يبقى ولاء بتعمل ايه مع مامتها في المطبخ، يبقى helps usually ولا help usually ولا usually help ولا usually helps. طبعا انت ولاء هنا اسم مفرد، وبالتالي المفروض بتتبع في المضارع البسيط بفعل مضاف له s او es او ies، وبالتالي يا اولاد انت هتبص على حاجتين، يا اما a يا اما ايه دي اللي الفعل فيهم ايه مضاف له s. تعالى بقى النقطه الثانيه، يا ترى احنا الظرف اللي هو ظرف التكرار اللي هو always و usually و sometimes بيجي فين؟ قلنا بيجي قبل الفعل الاساسي، وبالتالي المفروض هنختار هنا ايه دي، عشان usually هنا جاي قبل الفعل الايه الاساسي، وبالتالي هي دي الايه الصحيحة. number 10 we، وبعد كده watch tv in the afternoon، وبعد كده بقولي we always watch it before we go to bed. طبعا afternoon دي الفترة اللي بعد الظهر على طول، انما هنا اصلا في الجملة التانية بيقول احنا دايما بنتفرج عليه قبل ما بننام او قبل ما بننزل بالسرير، يبقى بالتالي يا اولاد احنا ما بنتفرجش عليه في الافترنون اللي هي بعد الظهر دي خالص المفروض، يبقى never ولا usually ولا often ولا sometimes، طبعا ايه هتبقى never. شوف بعد كده question number 3 بيقول read and correct the underlined words. في number 1 هنا بيقول we go sometimes to the theater at the weekend. طيب اتفقنا لسه من شويه قايلين ان ظروف التكرار sometimes و usually و always والكلام ده بيجي قبل الفعل الاساسي، وبالتالي المفروض انت تقول sometimes الاول وبعد كده ايه go. sometimes go. number 2 بيقول لي تامر usually is very friendly. عاوز اقول ان تامر عاده ما بيكون شخص ودود. اتفقنا ان ظروف التكرار اللي هي always و usually والكلام ده احنا كله شارحينه اصلا في حل الاسئله بتاع الدرس الاول والثاني، فاتفقنا ان لو في الجمله ام او از او ار اللي هو فيرب تو بي يعني بتستخدم ظرف التكرار بعده، يبقى بالتالي ظرف التكرار اللي هو يوجوال هنا المفروض يجي بعد فيرب تو بي اللي هو از، يبقى تقولها از يوجوال. 3 وي اولويز تيكس ذا سيم باس تو سكول. طبعا هنا وي وبعد كده اولويز تيكس، معنى كده ان اولويز دي من علامات المضارع البسيط، وقلنا الفعل يا اما يجي مصدر يا اما مضاف له ايه اس. طب وي بتاخد المصدر المصدر ولا بتاخد اللي مضاف له اس؟ طبعا بتاخد يا اولاد المصدر، وبالتالي هخليها تيك بس، يبقى وي اولويز تيك. 4 ندى دونت يوجوالي بعد كده جيت اب بيفور 7، يعني عاوز اقول ان ندى ما بتصحاش عاده قبل الساعه 7. طيب مش احنا اتفقنا ان هي وشي وات والاسم المفرد بيتنفي بي doesn't، اوكي بي doesn't والمصدر، وبالتالي هنا المفروض احول don't ديت الى doesn't عشان ندى ده اسم ايه مفرد. وبكده نكون وصلنا الى نهايه فيديو النهارده، تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو عندك استفسار بخصوص اي شيء او اي طلب سيب كومنت وان شاء الله هرد عليك على طول، وكمان تعمل شير للقناه وللفيديو على الجروبات وعلى الصفحه الخاصه بالفيسبوك بتاعتك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو حل الاسئله بتاع الدرس الثالث الدرس الخامس والسادس، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.